انطلاق فعاليات المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، واعتبر ده أنه ده برضو جزء من كلامنا مع دكتور حسام على مسألة المعايير والاشتراطات اللي بتجرى. من ضمنها التقرير ده بيتكلم على إيه؟ على إدارة المستشفيات والتحديات بتاعت التمويل. خد بالك، تمويل المستشفيات ده تمويل بيبقى ضخم ومهول بالمناسبة، يعني أجهزة طبية واشتراطات في شكل المبنى داخلا وخارجا، يعني حاجات كتير جدا، تفاصيل التفاصيل. تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، والمؤتمر يشتغل من يوم 19 ليوم 20 ديسمبر. نشوف التقرير ونروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام بعد إذنكم. أهم توصية أعتقد أنه يجب أن نعيد النظر في بعض المسلمات السابقة من حيث إدارة القطاع الصحي بشكل عام. أنا أعتقد أنه هذه يعني نقطة مهمة جدا في أن يعاد النظر في كيفية إدارة الحكومات لهذا القطاع، من خلال آليات جديدة، من خلال بحث عن موارد أخرى غير الحكومية طبعا، من خلال لعب دور كبير للقطاع الخاص، من خلال أيضا توفير مورد بشري محلي، لأنه كثير من الدول العربية أو بعض الدول العربية تجد أيضا صعوبة في توفير المورد البشري الصحي. بعد أزمة كورونا التي حلت بالعالم كان هناك الحقيقة تحديات كبرى. الأزمة الخاصة بكورونا بينت الحقيقة هذه التحديات، ومن أهم التحديات التي الحقيقة ليست يعني إقليميا فقط لكن عالميا هو تحدي التمويل. لا شك أن الحقيقة تحقيق التمويل مع ملاحظة الحقيقة زيادة تكاليف الرعاية الصحية، مع زيادة الحقيقة الأعباء الصحية التي تواجهها الدول وتواجهها وزارات المالية، لا شك أن الحقيقة التمويل للقطاع الصحي وتحقيق الاستدامة المالية لا شك أنها أحد الحقيقة التحديات المهمة التي بإذن الله سيسلط الضوء عليها المؤتمر خلال هذه الأيام لإيجاد إجابة على كثير من الأسئلة التي إن شاء الله ستدور خلال المؤتمر ونحاول الإجابة عليها. القطاع الصحي الخاص في أي دولة، وفي من ضمنها يعني دول الخليج أو في المملكة العربية السعودية وكذلك في مصر، هو مكمل لأعمال وزارات الصحة ومقدمي الخدمات الطبية الآخرين من القطاعات العامة، القطاعين كلهم. ويمكن كان أفضل نموذج للتعرف على هذا التكامل ومعرفته لما ما تم أثناء فترة يعني جائحة كوفيد 19، وكيف كانت يعني تضافر الجهود بين القطاعين. هذا المؤتمر بيشارك فيه 12 دولة عربية بيمثلوا القطاع الصحي في المؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص. بنناقش على مدار 7 جلسات على مدار يومين 25 بحث علمي من كافة المتخصصين في الأنظمة الصحية. الحقيقة احنا بنؤكد وبنعزز وبنثمن الجهود التي تبذل من المؤسسات الصحية ووزارات الصحة والمالية في العالم العربي، ولكن نؤكد أيضا أن التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية خاصة بعد جائحة كوفيد 19 تحتاج المزيد والمزيد من العمل. مهم جدا علشان أقدم خدمة طبية بجودة صحية تليق بالمواطن المصري وتحقق مستوى الرضا المنشود بالنسبة له، لازم يبقى عندي استدامة في عملية التمويل علشان أقدر أوفر المستلزمات، أوفر الأدوية، أوفر أطباء على درجة عالية من الكفاءة، أوفر مستشفيات مؤهلة تأهيل مناسب علشان تقدر تأدي الخدمة الطبية بالشكل المناسب. مهم جدا يبقى في استدامة للمورد المالي اللي أقدر أعتمد عليه بشكل كامل في أداء الخدمة دي. عشان كده جت أهمية المؤتمر ده. الحقيقة المؤتمر ده كله بيدور على استمرار مصادر التمويل وكيفية التوجيه الأمثل للتمويل المالي واستخدام المصادر الجيدة بحيث أنه ما يبقاش عندي فجوات في التمويل. أخطر من الأشياء الموجودة في المؤتمر إن إحنا عايزين الفكر بدل ما التمويل على مستشفيات فقط، لا، يبقى التمويل مجتمعي، وبدل ما الصحة تبدأ من المستشفيات تبدأ من المجتمع عن طريق الوحدات الصحية المنتشرة اللي بنسميه community medicine.